دي من رابعه ابتدائي تمام، ومحببه والدي شغال في الضرايب العامه، مدير عام في الضرايب. انا دلوقتي بخيط ظهر بتاع الكهبه. الشغل بيجيلي مجاره تمام، فانا برحله وبصنعه وبركب القماش والسفنجه تمام، وبسلمه برضو للزبون. بقسمه بقى في الظهر، بقسم الظهر كده مربعات وبقيت القماش ده فيه، وبشطب بقى كده وبعمل الشيلات كده وبغلب في الشغل تمام، وبسلمه بقى للزبون. والله انا اخويا من صغري يعني وكاتي وحبيبها، يعني مش مصدقه حاجه تانيه، بس انا حبيبها ان هي ايه كويسه ومؤمنه ونظيفه تمام. مفيش طبعا حد شغال فيها كتير، مفيش حد شغال فيها كتير في البلد اللي انا على المركز كله الا انا واحد تاني، فهي كويسه معانا يعني ومجزاه معانا ومفيهاش اي مشاكل. بس الصيف برضه في ضغط، انما في الشتاء ببقى الجو مريح. ليه في الصيف في ضغط؟ هو بقى عشان الافراح كده واللي بيجدد حاجه بالاجازه والكلام ده كله. هذا هو المكان.